بس وير وي ار مو انت الحبايب احنا وين الحبايب نزل هاي مشاعري احنا وين هسه سوق البرازيل احنا بالسويد وصلنا للسويد ابشركم بارده تكتل بس وصلنا عاصمه هولندا ريو دي جانيرو طوكيو شيني وصلنا لستوكهولم سويا حلوين قاعدين بالقطار انا ورغاء وبعد تقريبا ربع ساعه نوصل لستوكهولم بعدين لازم بدل القطار على منصه سريتاليا بس حبيت اراويكم الجو ما احلى الحياه لما واحد يدخل بمحل ويعرف كل شيء اكلاته اللي يحبهن يموت عليهن وهذا هم اموت عليه اليوغورت مثل اللبن بس بطعم ومو مالح كلش طيب وهاي واحنا وين بالبريسبيرون كل خمس شو اسمه كل خمس امتار تلقون بريسبيرون هاي المطعمتي المفضله مستر اموت عليها هذا رواء جاي يشتري وصلنا سرتاليا العزيزة اللي عندي قوما بها ذكريات هاي أنا وزوجي ما كل ذكريات أنا عندي هواي 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 ذكريات فإن شاء الله أصور لكم شوي أراويكم وش أراويكم ما أقول شيء نسي سوى دبلكين لا لك ارتاح نفسيا لك لك ها هيكو رولا هنا بكوريك هنا بكوريك ها هيكو أبسلت انت صباح الخير يا جماعة الخير هذا شكله من واحد ما سو قاعد منه بس حبيت اراويكم شيء انا راح اراويكم شيء الواحد يقعد الهيت يا ماما ثلج بابا احلى شيء لما الواحد يقعد بيت عايش بيه ومرتاح يقعد بالضبط عبالك قاعد ببيته صباح الخير اليوم جمعة اليوم ناس تشتغل بس احنا عندنا كم سالفة بس هسه شنو هسه قعدنا وقعدنا السفرة مع ريوق تفتح باب القلب فهسه اراويكم اياها عمتي قاعده خطيه من ثمانية تسوي ريوق بس تذكرني هاي السفره جاي تاخذني الايام تجنن جاي تاخذني الذكريات تخبل فكلش فرحانه وثلج برا واليوم يعني طبعا واحد يذكر اشياء ناسيها مثلا قعدت وغسلت وجهي الماي هنا بهاي المنطقة اللي احنا بيها سيرتاليا اسمها كلش بارد لما مبنية على جبل صدق 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 بارد فالواحد يغسل وجهه عبالك بماي مثلج فقعدت هيك شلون انتعشت قلت روى الله والله نسيت هذا الاحساس قعدت انا روى شلون جهال هيك نفتح الشباك شفنا انه قاعد بالثلج برا كلش فرحنا شنو هيجي الدنيا باردة لابسين بلوزات بالبيت وبجايم الله خوش حياة
طبعا جليد ويقول لي لا مو باردة يوم تقتل. راحت رجلي راحت يدي كانت رجعوني دبي هسه. لما واحد يطلع ولما موجود بالسويد لازم يسوي فيكا. فيكا شنو؟ يشرب قهوة ويحلب شيء. فاحنا قبل الغداء ورا الغداء استدى بالغداء نسوي فيكا. فهسه راح نشرب لنا شيء حار وناكل كيكة فيكا. هذا الكيك السويدي. شوفي شوف قدامها. هاي كيكة. هاي بيها هل اتخبوا. اجواء السنتر. اجواء البرد. بس ايش قد اشتاقت لهاي الاجواء. الواحد لما يغيب عن شيء بعدين يرجع له. اوه عبالك الروح ردت له. تمن زين. شمسي زينة. شنو يا هاي روى؟ قلت شو اسمه؟ روى يسأل هاي شنو؟ ما قلت شي زين وتمن زين. عامض شلغم. شو تسمونه انتم هذا؟ احنا زميح عامض شلغم. مختصين بها. مختصين بها. بغداد يسمونه سبانخ. وهسه شنو راح يطلع هنا؟ ما يسمونه الصبور. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالصبوره. صار لي سنتين ما ماكلتها. هاي النص الي ونطي شويه الراوي. وهاي هي اي ما هاتي كله الي. خلصنا الاكل. هسه اهم شيء البخور. شنو؟ شاي الحليب. بعد غياب طويل. بعد غياب طويل. عبسي هلا. واخيرا بعد شقد صارنا شنو صارنا من عرس لينا؟ اتصور من عرس لينا. من عرس لينا سنه ونص. راح يصير راح اسد الفيديو هذا. مع السلامه. الله الله بالقعده زينه. بالقعده زينه. احس واحد كان تدري بالتوثيق. حياه حياه. هذا ليش هنا؟ انا ما ادري ليش قاعدات هنا بحكي. بعد ايش بنسوي هسه؟ هيك سويت نفسها كل اقدم لكم عفسي دائما احكي فيها 24 ساعه. وهاي اماني. وهاي بطن اماني اللي بيها سيا. هلا هلا هلا. ركزي ركزي اصوات. هاي هاي نحكي ويا الكبير. شو هي هالعائلة؟ فواكه. صباح الخير يا حلوين. شلونكم؟ ما لونكم؟ اليوم سبت يوم الوداع. ابشركم قعدة اليوم اذا تسمعون صوتي بلاعيمي سروني. هسه قلوا لي اهلي طبعا كل ما تجي للسويد كل ما اشوف استثمارين اذا شو اسوي؟ جوكم بارد ويقتل. المهم البارحه كنا عند بيت عمي تونسنا كلش مثل ما شفتوا. وهسه جاي اسوي الجنط لانه شوي هوسه. لان اليوم راح نركب للاهل الى مالبا. ف بس حبيت اسلم عليكم لان ما جاي الحق احكي وياكم شويه. بس كون قاعد تتونسون وياي بهذا الفلوج لان انا كلش متونسه. صار لنا ما ادري ايش قد ما مجتمعين هيجي يعني ظروف. بس الحمد لله شفت الاهل والناس وفرحت وارتاحت نفسيا. وخليكم وياي عندنا بعد شويه نراويكم قبل يخلص هذا الفلوج. stay tuned. ريوق رقم 2 راح يبلش. وشنو عندنا؟ شو اسمن هاي عمله؟ طحين تمن وهيجي سياح ما ادري شو يسمونهن. خلاص يا هلا يا هلا يا هلا.
الايران نام خمس ساعات بالقطار. ايران بس ليش تاخذ هذا بالتاريخ؟ لابس ايران اطيب 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 شيء. وهسه يا حبايب ركبنا بالقطار انا وروي راجعين او رايحين الى ملة. شوف الاهل فقلت اخذ هاي ال... شلون اخذ هاي الاوبورتونيتي؟ قلت استغل الفرصة وانهي هذا الفيديو واشكركم لانه طوعت الفيديو. شكرا على المتابعة، اتمنى تونستوا وياي يعني مثل ما انا تونست، واحبكم كما اشوفكم بالفيديو الجاي.